شايف اهو، يمكن تعال تعال يعني طفل اهو لابس فلانه ايه، لسه ما بقول فلانه الزمالك. زملكاوي؟ زملكاوي. ده شجع الاهلي عشان الاهلي فوق الجميع. شيكابالا ومصطفى فتحي وابو تريكا. زملكاوي شكلك؟ اه. شايف مين احرف واحد فيهم بقى؟ ايمن حفني. ترى كيف الكلام ده، مين احرف لاعب في مصر؟ احرف واحد في مصر كابتن رمضان صبحي وكابتن عبد الله السعيد وحسام غالي وناس كتير وليد سليمان. يعني ما ينفعش نقارن ما بين حكم الزمالك خالص؟ ليه؟ هو الاهلي. الاهلي بس. رايك كيف الكلام ده؟ كابتن بيب بيب بقى. ليه كابتن سيف بالفعل واحد من نجوم المباراه ومن نجوم لقاءات القمه، ثلاث اهداف في مرمى نادي الزمالك، دايما مؤمن زكريا ماتشات وهي ماتشات القمه. الف مبروك الفوز، اداء قوي، هدف جميل، اعتقد مؤمن زكريا بيجيد في هذه الاجواء. صح لك بس معلومه، اربعه مش ثلاثه. اربعه. طيب ماشي. الف مبروك. ان شاء الله يبقى واحد، يبقى الخامس عشان الحسن. دايما بيراهن عليك في الماتشات، وده قاله لي من خلال لقائنا معاك. في ناس مواليد ماتشات القمه، في ناس بتبقى مواليد ماتشات القمه. ايوه. بعد الحمد لله ثقه المدرب فيك بتبقى حاجه كويسه. لعبت ماتشات قمه مع الزمالك؟ لعبت ماتش واحد. اه لعبت ماتش واحد. ماتش واحد. ما خدتش اهداف. لا لا لا، كنا خسرنا 1-0. كره عرضيه وعماد متعب يسجل جول. طب لو الزمالك جاب جون هتعلق تقول ايه؟ يعني هو الزمالك بيجيب جون عشان اعلق. مين هو مخترع اللبوس؟ الزمالك. عشان؟ عشان يلبسه للأهلي. أحب أقول للأهلاوية كله عيش وانسوا اللي حصل من طلائع الجيش. بس بس. كل مكرونة وانسى اللي حصل من إيفونا. إيفونا؟ بس قلش قلش. أنا القاسة ده أهو، أنا القاسة ده أهو. اتجوز ثلاثة زملكاوية واحدة أهلاوية. اشمعنى؟ عشان الثلاثة خدموا الأهلاوية. كم عدد المرات التي حقق نادي الزمالك فيها ثنائية الدوري والكاس في كرة القدم؟ كم مرة؟ كسب الدوري والكاس كم مرة مع بعض؟ يا سلام، يعني خدتوا 9 ثواني عشان حد فيكم يبقى عايز يخمن مش يجاوب حتى. إجابتك؟ هي ممكن تكون تخمينة، ممكن أقول 6 مرات. 6 مرات؟ كتير كتير كتير. اخضر بالعافيه اخضر الكاس، هو بالعافيه بياخدوا الكاس من الدوري، يعني يقول لك 6 مرات. اجابه خاطئه، عنده حق. اجابتك؟ 3. اجابتهم. البطوله المفضله ليك؟ يعني يا ريت، اتمنى تمشي زي كل سنه ان شاء الله واقدر اجيب جولين في النهائي. طب انت برضه ما جاوبتش على سؤالي، بتبقى قاصد الكلام ده ولا لا؟ مش موجود للاسف، السنه دي الاهلي مش موجود. حيوية. مصر حاربة بينا من الاول والطاوة ومن بعد. بنادي واحد حارفيك، بالنادي الاهلي. الزمالك اون بيس. ردود الافعال من امام نادي الزمالك، كل معظم الجميع حتى الان يعني نقول بتحمل كابتن مؤمن سلمان وايضا احمد الشناوي. رايك في المباراه النهارده؟ رايي ان طبعا الناس ما تبداش من مؤمن سلمان، لان هم الراجل معهوش غير اللعيبه اللي لعبت دي، مفيش بديل لا المعروف ولا للمدافعين ولا لاي حد، والحظ ما كانش معاهم النهارده، وان شاء الله ربنا يدخلهم في العوده وسان داونز يكسب تاني ان شاء الله. اهلاوي ولا ايه؟ اه اهلاوي طبعا. اليوم فوزي ما كاسم ولسكاسم ما سوم الكريس بومبين ستريلا، عشان معايا خبير اجنبي بيفهم في الفحم كويس جدا، جايبه من كازاخستان عشان يشدنا على الفحم قبل ما نخش المسال، من طلع ما بيفهمش هنخليه يدرب في الاهلي ان شاء الله. يعني هشيل الانبوبه على قلبي وانزل اغيرها؟ عندها البواب. ما انا جيت عندها على البواب لقيته راح يتفرج على ماتش كوره في استاد القاهره الدولي. الزمالك بيلعب النهارده ولا ايه؟ محمود اتفضل يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي صحتك؟ الحمد لله تمام، اخبار حضرتك؟ اتفضل يا محمود، اهلا بيك، اتفضل.
انت حضرتك يعني بتتكلم عن عدد الصفقات مبالغ فيها؟ اه. طب ما احنا كل الصفقات اللي تعاقدنا معاها احنا محتاجينها. طيب كويس، يعني انت شايف ان صفقات الزمالك محتاجها كلها وهي مش مبالغ فيها. تمام، بس حضرتك لو كانت الصفقات دي للناحيه الثانيه النادي الاهلي ما كنتش هتتكلم عليها. لا خالص، ما كنتش هقول كده خالص. كنت طب ما قلت ليه ما انتقدتش؟ عشان انا منحاز للنادي الاهلي ومتعصب للنادي الاهلي. ليه ما انتقدتش موقف ايوانا ابو 30 مليون؟ لا، عشان جاب الحقيقه مكسب 80 مليون. طب ما حدش كان عارف ان هو هيجيب مكسب. لا، ما هو جاب. طب ما الحمد لله، استنى هيجيب برضه. طيب ان شاء الله. بتحب الاهلي ولا الزمالك يا ميسي؟ لا، انا بستطلع على النبي اهلاوي. اهلاوي. الحمد لله. الحمد لله عشان خاطر يعني الزمالك الفتره الاخيره دي. والله انا تعبت معاكم بقى، يعني حتى القرود زمالك اهلاوي. خلي كريم يتقهر كمان. دي الغابه كلها اللي انا كنت عندهم يعني أهلوية. كلهم اهلاوية يا عم. هذه اللي يقولون عليها في منتصف الجبهه. عظيم، وكثير شفنا طبعا هاني شاكر امير الغناء العربي. والكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب. مع الاهلي بقى في شعبان عبد الرحيم، في عبد الباسط حمودة، في سعد الصغير، اسماء برضو ليها شعبية وليها مكان، اهاب توفيق. فالحقيقة الفنانين وارتباطهم بالاندية دايما بيدي نوع من الشعبية ليهم طبعا، وتواجدهم في الساحة الغنائية محلية كانت او عربية. شوية بقى زعلانين منك، فاهمني؟ من انا؟ ليه؟ لا خالص، على فكرة أنا أكتر واحد بلعب في نادي الزمالك. بروح بالليل وألعب في نادي الزمالك، وياما رحت شجعت الزمالك. والله وأنا أهلاوي، بس أنا بروح أشجع الزمالك لأنه بيصعب عليا. إزاي دلوقتي تصالح الزملكاوية؟ هتصالحهم إزاي من خلال ليلة سمر؟ أقول لهم ألف مبروك إن شاء الله على الدوري بإذن الله. وياخدوه شوية كده عشان احنا زهقنا منه اصلا الدوري ده، اصلا الملل بتاع انت لو رحت. عامل ازاي بقى لو قارنا الدولابين ببعض؟ دولاب الزمالك كله هدوم. ألي ومايوكا فكرونا بالصدر بتاع ابراهيم يوسف رحمه الله عليه مع كوارشي في الرقصه الجميله، فكرونا بالرقصه الجميله بتاعت ايفونا وجون انطوي، الرقصه الجميله بتاعتهم وكانهم بياخدوا تطعيم كده او حقنه في العضل. عموما لا بون يعني بطوله امم افريقيا في الجابون، الاربع ماتشات بتوع الزمالك دول مؤجله هيتلعبوا امتى؟ والله الحاجات دي كلها انا ماجلها لحاجتين يا كابتن خالد. اول حاجه القرعه بتاعت الاتحاد الافريقي بالنسبه لمنتخب مصر عشان احط الاحتمالات يوم 19 اكتوبر. ان شاء الله 19 اكتوبر. والناحيه الثانيه ممكن ان شاء الله الزمالك يوصل كاس العالم للانديه، فهيتاجل له ثلاث مباريات كمان، يبقى سبع مباريات. فانا مش هقدر ان انا اوقف الاهلي. بس انت احسن لك ان ما يروحش. لا مفيش احسن لك. لا لا بقصد يعني. لا احنا متعودين طول عمرنا على الاهلي كان بيوصل على طول. وسؤال في الكوره، وعمر بيحب الكوره ومهند بيحب الكوره، صح؟ رياضه. والسؤال هو ما هو النادي الفائز ببطوله افريقيا لكره القدم للانديه ابطال الدوري سنه 2002؟ عمر. الزمالك. اجابتك الزمالك مع انك اهلاوي. بس الزمالك اخر مره كسبه اصلا. انا بس على ضيفك اللي موجودين كلهم، استاذ احمد واستاذ مصطفى. اهلا. يمكن كنت حابب اوضح مجموعه من النقط كده. اتفضل يا علاء. اتفضل. اولا مصطفى قال ان الزمالك لعب اقل من الاهلي في افريقيا، ودي حاجه تتحسب له او تتحسب لصالحه. يمكن هو من وجهه نظره شايف كده ان دي حاجه تتحسب لصالحه، لكن انا كاهلاوي شايف ان دي حاجه تتحسب ضده. مش ذنبنا ان نادي الزمالك فاشل محليا مثلا، ما بيشاركش في البطولات الافريقيه. ايه تاني؟ دي نقطة. بس دي نقطة. النقطة التانية يا أستاذ خالد. اتفضل. إن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اختار كوتوكو كأول نادي، والنادي والأهلي تاني، والزمالك تالت. يعني برضه الزمالك ورا الأهلي، يعني حتى في استفتاء الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الزمالك برضه
جاي ورا الاهلي. طب ممكن اجاوبك على دي بس علاء؟ اتفضل يا استاذ خالد. بص يا جماعه، مره واثنين وثلاثه، الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ليس تابع للاتحاد الدولي، ده واحد عامل حاجه اسمها الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، وكان ساعتها اعتقد قريب منها كان رئيس او شيخ راس الخيمه، راس الخيمه في الامارات كان رئيس الدولي للتاريخ والاحصاء. وفي يوم من الايام، اسمعني بس دلوقتي، في يوم من الايام التاريخ والاحصاء اول حاجه قالها قال لك الزمالك بطل القرن، فالاهلي قال ان هو لا يعترف بالتاريخ والاحصاء، ثم بعديها بشهرين تم اختيار ابو تريكه الاكثر شعبيه في العالم من خلال الاتحاد الدولي لتاريخ والاحصاء بالفوت، فطبعا كل التاريخ والاحصاء بيخش عليهم عرب، فبالتالي انا ساعتها طلعت واتهمت ساعتها ان انا راجل زملكاوي وراجل مش محايد، اما قلت يعني كريستيانو رونالدو وميسي لو مشي وابو تريكه مشي مثلا في هولندا ولا في ايطاليا هيبقى ابو تريكه اكثر شعبيه منهم، فطبعا دي حاجات هولاميه لا غير معترف بيها بطريق عن طريق الفوت، والغريبه كمان ان الفوت مش بالاسم، يعني مثلا مصطفى ممكن يخش 3000 مرة. خالد الغندور يخش 5000 مرة يحط صوته، فهي دي نقطة بس كنت بتكلم على التاريخ والاحصاء، أنا من وجهة نظري مش تابع للاتحاد الدولي وغير معترف بيه. اتفضل. بالمناسبة هي الاستفتاءات كلها تعتبر يعني نسبية، يعني كده كده حتى جايزة زي الكرة الذهبية مثلا هي كده كده قايمة على طريق الاستفتاءات أصلا، يعني أنت ممكن على استفتاءات مدربين صحفيين كباتن منتخبات. يعني هي مجموعة من البشر أيا كانت، يعني أنت صحيح. في العمر انا كده كده انا حاجزها فئه معينه او الفئه اللي هي عملت الاستفتاء عليه، يعني كانت 100 200 300 فاكيد، يعني حتى تاريخ الدوري للتاريخ الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء او الاتحاد الدولي حتى في الكره الذهبيه اساسا، او حتى لو الجائزه حتى صدر من الاتحاد الدولي كجهه رسميه لو انت هتعتبر كده مش هتفرق كتير، هي هو تمام. في الاول وفي الاخر استفتاء مبدئيا يعني. تمام، اكمل كلامي. اتفضل. بالنسبه للتحكيم سواء بيقعدوا يتكلموا ويقول لك ان الحكام المصريين بيجاملوا الاهلي على حساب الزمالك وكده، هو في نقطه يمكن اكيد كل اخذ باله منها، يعني ان الاهلي بقاله حوالي 13 سنه ما خسرش في الدوري المصري بالتحكيم الاجنبي غير ماتش واحد بس قدام الزمالك وكان بالاحتياطي. صحيح. ماتشين. تمام. ماتشين في الدوري ماتش وفي الكاس ماتش. وبالمناسبه كمان في مره في 2004 يعني لو حضراتكم هتتذكروها كان في حكم تركي كان بيحكم مباراه قمه بين الاهلي والزمالك حيث الضربتين جزاء غلط الزمالك ومع ذلك برضه الزمالك خسر 4-2، يعني حتى لما الحكام بتجامل الزمالك برضه الزمالك بيخسر بالمناسبه.